انصاف مرحبا بك معنا في كاش سبور. انصاف حركاوي، انا كنعرفك بانه تبارك الله عليك في مجال التحكيم متالقه حكمه دوليه مش حال هذه، ولكن يا ريت انصاف تعطينا واحد النبذه على حياتك، يعني البدايه ديالك التحكيم حتى وصلتي انك تكوني حكمه دوليه. انصاف الحركاوي حكمه دوليه، من بديت التحكيم في موسم 97 98، اسره رياضيه، وممكن الاب هو اللي كان مساعدني في في اول الدخول ديالي لهذا الميدان، لانه بالنسبه للبنت هو صعب باش انه تقتحم هذا الميدان، خصوصا في الفتره اللي انا دخلت لها التحكيم كان صعيب باش انه تكون هناك يعني فتاه يعني حكمه. الحمد لله لقيت مسانده من طرف الاسره ديالي، وال خديت الشارة الدولية في سنة 2005 كحكمة مساعدة، وفي 2008 يعني وليت درتها، بدلت غيرت الحكمة الوسط، والحمد لله يعني قد عدة مباريات وعدة بطولات، منها يعني كأس إفريقيا في 2012 في غينيا الاستوائية، وكأس إفريقيا في هذه النسخة الأخيرة ديالها 2014 بالناميبيا، ومؤخرا يعني هذا أسبوع كنت في قطر وحضرت بطولة العربية الأقل من 17 سنة، والحمد لله كنت متفوقة فيها وبينت عن جدارة، والكل كان تيشيد بالتحكيم المغربي وعن طريق إنصاف الحركاوي الحمد لله. هادشي اكيد، وانا كنعرفو مزيان انصاف، لانه انا كنعرفك من شحال هادي، خديتي بطولات جهويه هنايا، خديتي بطولات المغرب ايضا حكمه متالقه فيها، ايضا مثلتينا في افريقيا. انصاف، واش ساهل ما نقولكش في المغرب، لان المغرب يمكن الى حد ما الان ولاو الناس يتقبلوا انه تكون حكمه بنت، ولكن يعني في الادغال الافريقيه كتمشي انصاف كتسفر ماتشات تما، تكون القضيه صعيبه تنظن. بالعكس يعني واخا هو الظروف كيكونوا شويه ظروف اللي هي قاسيه، ولكن بالعكس هذوك الناس اللي هما افريقيا هما سابقين بالنسبه لكره القدم النسويه، لانهم عندهم فرق اللي هي قويه، والحمد لله يعني كان عندي الحظ انني ممكن في سنه 2010، انا ما ننساش واحد المقابله اللي قدها في كاميرون اللي كانت جمعت ما بين منتخب الكاميرون الاولمبي ضد نيجيريا، وكان يعني الماتش المقابلة النهائية واللي غادي تحدد شكون اللي غادي يتأهل للجوز أولمبيك للألعاب الأولمبية، وكان واحد الملعب اللي هو ممتلئ جدا لواحد الدرجة، يعني لدرجة أنه الجمهور قاعد فوق الحيوطة، ودزت يعني كانت مقابلة اللي هي طويلة، دزت الأشواط الإضافية، دزنا الضربات الترجيحية، والممكن هاد المقابلة اللي هي كانت هي اللي دفعت بإنصاف، يعني واحد عطتني واحد الدفعة وفتحت لي المجال أكثر زعما دوليا الحمد لله. انصاف، يمكن نهضروا دابا على يعني التحكيم النسوي والرياضة النسوية عموما، كيفاش تشوفي الواقع ديالها في المغرب؟ الصراحة الرياضة النسوية عندنا الحمد لله عدة رياضات اللي اقتحمها العنصر النسوي، اللي خاص هو يعني الناس المسؤولين أنهم يديروا الثقة في هذا العنصر النسوي، ويحاولوا أنهم يشجعوهم يعطوهم شحنات إيجابية باش أنهم يزيدوا القدم، لأنهم قادرين أنهم يفرضوا نفسهم. وتحكيميا الحمد لله راه كاين على مستوى الوطني الحمد لله كاين حكمات اليوم في المستوى، وحاليا راه هو المجال مفتوح، ما بقاتش عراقيل كيف ما كانت اللي كنا لقيناها احنا في الاول باش ان الجمهور يتقبلنا، الحمد لله دابا الجمهور متقبل بانه كاين حكمات اللي هما اناث، وبالاضافه اننا احنا في الاول ما كانش عندنا بطوله نسويه، حاليا الحمد لله كاينه بطوله نسويه واللي متخصصين فيها الحكمات وكيقودوها بجدر واستحقاق. يمكن هذا هو اللي خلى انه يمكن سمعت بانه في قطر في البطوله الاخرى اللي خديته ديال اقل من 17 سنه، يمكن انصاف يمكن الحكمه الوحيده اللي خدات مجموعه ديال المباريات، بينما حكمات حتى من تونس اكتفوا بانه يعطيهم ماتش واحد. يمكن عاودي لي على التجربه الاخرى ديالك في قطر.
بالفعل انا الحمد لله قد ثلاثه المباريات. كانت عندي المباراه ديال الدور الاول ما بين منتخب ديال الجزائر ضد منتخب العراق، الحمد لله كانت مقابله جيده. كانت عندي مقابله اخرى في النصف نهايه كانت ما بين جيبوتي، منتخب جيبوتي وفلسطين، وليتها هي دز مقابله صراحه يعني كيف ما كنعرفوا ديما المباريات نتا يعني مقابلات نتا نصف النهائيات يكونوا اقوى من الترتيب ولا اقوى من النهايه. وخذت مباراة الترتيب ما بين منتخب الجزائر وفلسطين، والحمد لله يعني كما قلتي انا الوحيده اللي خديت ثلاثه المقابلات. هذا لانني الحمد لله فرضت نفسي، ولا من ناحيه لا القانونيه ولا من ناحيه المناقشات اللي كنا كنناقشوها يعني في على يعني جانب المباريات اللي كنا كنقضوها، كنا كنحللوا الحالات واللي كيسميتو. والحمد لله عن طريق انصاف اعطيتهم درس في القانون، انني لانه في المباراه الاولى ديالي كانت فيها حاله تحكيميه وانا كنت يعني على صواب وجبت يعني الجديد واللي اخر ما ممكن ان الفيفا وضحته بخصوص الاسقاط. كنت مراجعه دروسك؟ الحمد لله هذا بفضل الله وبفضل الاساتذه الحمد لله اللي يعني درسنا القانون على يديهم، كان الاستاذ المتمني الحاج متمني، وعلى يعني كيف اي حاجه وصلت لها الحمد لله هي لا من ناحيه مساعده الاسريه ولا من ناحيه اللجنه اللي انا يعني كانت في الاول ولا من ناحيه المديريه التحكيم، يعني هذا كله هاد الناس كلهم كانوا الحمد لله معاونين مع انصاف واللي خلاوا الحمد لله توصل لهذا المستوى، وكنشكرهم عبر هذا المنبر. انا بترجع يعني الانصاف، انا بترجع للعائله ديالك، انت تحدثت لي على الوالدين ديالك وكيفاش انه الاب ديالك بصح، ولكن انا اللي كنعرف دابا هو انه حتى الزوج ديالك يعني انت كنعرفوا بان عندك بنيته وتبارك الله الله يخليها لك، والزوج ديالك حتى هو يعني انسان اللي متبعك ويعني مشجعك بزاف، انا وقفت على هذه الحقيقه هذه. بالفعل انا في الاول يعني كان يعني كنت في حضن الوالدين ديالي، كان الاب ديالي لانه بحكم انه رياضي خذ رياضة الجيدو ولا الناتاسيون ولا يعني جميع الرياضات اللي ممكن تخيلها الاب ديالي، هذا هو شجعني صراحة في الاول. ومن بعد منين تزوجت يعني في 2006 لقيت انه حتى زوج ديالي انه مساعدني، لقيته رياضي في ليسبري ديالو في التفكير ديالو، والحمد لله لحد الان يعني هو تيق فيا، لانني باش لو في باش انه امراه وانها تسافر وتقود مباريات ويعني لو ريسك ديال السفر وديال الحمد لله عندنا ثقه متبادله بيناتنا، وهذا هو اللي خلى يعني انني نبقى مستمره في هذا الميدان الحمد لله. اخر كلمه نخليها لك انصاف، ربما 8 مارس دابا الكلام ديال العيالات في هذا النهار، شنو اللي يمكن تقولي كلمه اخيره؟ بمناسبة يعني 8 مارس كنتمنى لجميع النساء الرياضيات، نتمنى لهم النجاح ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم الصبر، لأنه الرياضة والرياضة النسوية هي كتبغي الصبر. وكنبغي نشكر كاع جميع الناس اللي هما ساعدوا إنصاف الحركاوي، جميع لا الأسرة ولا الحكام ولا اللجان، يعني كاع اللي دازت كنبغي نشكرهم على المنبر، لأنه بفضلهم الحمد لله إنصاف الحركاوي يعني وصلت لهذا النيفو الحمد لله. شكرا.